كابتن جمال، رأيك في نفس السؤال؟ يعني ده أعتقد السؤال الأهم حاليا، لأن خلاص دي المواجهة الرسمية الأخيرة، وحتى مفيش لقاءات وجدية، يعني خلاص اللقاء على بعد أسبوع. فسؤال بيهم كل زملكاوي وبيشجع نادي الزمالك. هو طبعا في البداية طبعا مبروك للعيبة والجهاز الفني، عملت الهدف من اللقاءين، أو يعني هما الشوطين، الشوط اللي في نيروبي والشوط اللي في القاهرة، قدرت ان انت تصعد لدوري المجموعات. انما الشكل، يعني لا، الشكل فيه تخوف طبعا، يعني الشكل ما يطمنش بالدرجة اللي الناس طبعا او جمهور الزمالك تحديدا كان عايز يتفرج على لعيبته بشكل افضل من كده. ولكن برضو كل مباراة بيبقى ليها ظروفها، وكل مباراة ليها الـ 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 الحافز بتاعها، وكل مباراة ليها التحضيرات بتاعتها. فأي مباراة بتبقى مختلفة عن مباراة الزمالك والأهلي، زي ما قلت لك مباراة الزمالك والأهلي لوحدها بطولة، فما بالك بقى إن هي كمان مباراة على بطولة السوبر الأفريقي. فمباراة طبعا مهمة جدا للفرقتين. نادي الزمالك عنده سكواد، يعني هنقول في بعض النواقص ابتدى إن هو يحلها بالتدعيمات الجديدة. برضو دي حاجة من الحاجات اللي أكيد جمهور الزمالك كله بيسأل عليها وقلقانين، هل اللعيبة الجديدة هتبقى متواجدة؟ هل لما هتبقى متواجدة هتبقى بالصورة اللي هم منتظرينها منهم؟ دي كلها أمور في علم الغيب، يعني ما تقدرش إن أنت يعني تقول إنه اللعيب الفلاني ده عشان هو لعيب جامد جاي من نادي فلاني هيبقى في الزمالك كويس، لا مش شرط. صح، يعني ممكن يكون كان في نادي كويس وهو كان لعيب كويس في النادي بتاعه، لما يجي الزمالك ممكن ما يقدرش يلعب. دي كلها امور انسجام، وعلى الصعيد العالمي وشخصيه اللاعب وحاجات كتير، الثبات الانفعالي بتاعك، هل هتقدر تلعب تحت الضغط الجماهيري اللي موجود؟ مش بتكلم بقى على المباراه اللي جايه، انا بتكلم عموما بقى اللعب في نادي الزمالك. كل مباراه ليها ضغوطات، وكل مباراه انت الزمالك عايز يكسب، بتلعب على كل البطولات اللي انت بتشارك فيها. فهل في لعيبه تقدر ان هي تستحمل الضغوطات دي، وفي لعيبه ما بتقدرش؟